على الاربعاء 14 فيفري عيد الحب. على الاربعاء هاكا اسم على مسمى تبارك الله عليهم. شفنا برشا محبه وموده، ها برشا محبه وموده. جمهور في الحقيقه كان في مستوى الانتظارات، تحلى بروح رياضيه كبيره 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 على الاخر، وكان قدوه ومثال يحتذى به في المحافل الكرويه الوطنيه والعالميه زاد. جمهور من اروع ما يكون. هذا هو الشباب، هذا هو الشباب اللي معامل عليه تونس. اي نعم، هذا هو الشباب اللي يدعم الجمعيات ويقف معاها ويساندها بالامكانيات اللي عنده الكل. الكل فهمتوني، الامكانيات اللي عنده الكل، سواء كانت ماديه والا معنويه. وشفنا بالصوت والصوره جمهور راقي راقي، بعيد كل البعد على العنف ولا الانحطاط والتفسخ الاخلاقي والكبت، بعيد بعيد على الاخر بعيد. جمهور مسالم سيس لين حنون، يغير على اسم جمعيته ويخاف على سمعتها من الشتم والسب والقدح والثلب، وعمل مجهود كبير بطبيعه يشكر عليه باش تتعدى المباراه في ظروف طيبه وطيبه للغايه. ما هذا ديما يقولوها طيبه وطيبه للغايه. كان يغني، اي نعم سيدي خويا كان يغني ويشتح ويساند في الملاعبيه نتاعو، واعطاهم شحنه شحنه كبيره نتاع التشجيع. هاي كعبة الشحنه، ها هاي كعبة الشحنه، وهاي كعبة المحب، ها وهاي كعبة الاحترام. ما نجمش كيفاش نوصف لكم بالعمل، بالعمل الامن الامن خاف على الماتش وعلى الملاعبيه من كثره الذبذبات الايجابيه، ها اللي قاعد يرمي فيها يا ربي يبعث فيها الجمهور للملاعبيه نتاعو. كانت الحقيقه متعه الفرجه ومتعه الانتماء الى هذا الشعب الكروي العظيم، متعه الايمان العميق بهذا الشباب الطموح الغيور المقدام المغوار الرجال، ها الرجال بكل ما في الكلمه من معاني. هكذا تكون أو لا تكون الكرة دائرية الشكل في تونس، وهكذا يكون أو لا يكون الجمهور الداعم الرسمي للرياضة والروح الرياضية، خاصة أنه شفنا فتيات أطفال عائلات جات تتفرج في الماتش. متعة ولذة كبيرة الفرجة مع هذا الجمهور الراقي لا تقدر بثمن، أقسم بالله لا تقدر بثمن. شفنا المباراة تعديت في أحسن الظروف، أرمي لبرة أرمي لبرة تسمع حسها إن شاء الله، تركيز حرفية كبيرة. مباراة ما تقصتش جملة حتى سيكوندا، كان فما هكا شوية ذباب ها لكنه خارج على نطاق الواقع، يظهر لي ظروف الطقس ولا هي باش ما نقولوش ظروف المباشرة. وكان شفتوش معايا بعض هكا الشكوفات، ها شفنا بعض الشكوفات، شفنا بعض الكراسي المكسره، شفنا يظهر لي زاده حتى شطر رفابو ولا ما نعرفش هي كي حديد ولوح متفرقات، ها متفرقات هذوكم والله العزيز ما تلزونيش للكذب. يقولوا اللي هي جوست للتوضيح راهو ديكور ديكور، الماتش نقولوا احنا سينوغرافي لي زاكسيسوار مستلزمات العرض، مما يعطي للفرجه رونق رونق وطابع خاص باش الجمهور يتماهى مع العرض ويندمج ويتأقلم مع العرض. شكرا طبعا لكل من ساهم من قريب او من بعيد في نجاح هذه المباراة. والى الامام طبعا، الى الامام ايها الجمهور الرياضي العظيم الخارق للعادة البرمائي الهوائي الترابي الزئبقي المتلون كالحرباء. ونقول طبعا بهذه المناسبة السعيدة العظيمة الخارجة على المألوف بون ماتش، بون ماتش للجمهور الدربي غدوة في 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 نفس المكان ملعب رادس الأثري، يولي أثري على الآخر، مع تمنياتي طبعا بالصحة والعافية لأصحاب القلوب الضعيفة اللي باش تواكب الماتش غدوة. بون ماتش. هكا قدمتكم جميلة الرئيس. أنت مال أمك أنت، أنت مالك، أنت مال شكلك، وأنت مال أهلك، أنت مالك أنت، مش شغلتك أنت خالص، مش حبيبتك أنت خالص، مش موضوعك أنت خالص، لا شغلك ولا شغل ست والدتك ولا شغل حد خالص، مش موضوعك انت خالص، انت لا انت ولا غيرك. ايه ده؟ ايه قله الذوق دي؟ وايه البجاحه اللي احنا فيها دي؟